الطبلة اللي معانا دلوقتي، مش عارفة الكاميرا ممكن توريها لنا، حضرتك بتقولي الطبلة دي بالتحديد ليها قصة وهي طبلة مميزة شوية، ايه قصتها؟ دي قصتها، دي معمولة بمية الذهب وجرانتيه باسم سعيد الارتست في العالم كله، وهم اشتغلوا فيها كويس. يعني المفروض الطبلة دي مصري، الجلد ده دي براند، يعني اي حد عايز يشتري طبلة احسن حاجة بره، هي نفس النوع ده بالظبط. الشكل ده موجودة في مصر؟ موجودة في، يعني بيطلبها من بتتباع. اليونان. بيطلبها من اليونان. فدي فخار، يعني ده فخار، ودي جلد، ده جلد السمك ده. ورينا بقى، وري الكاميرا ناحية تانية. ايوه ده جلد سمك العكس. جلد سمك ده بيجي من النيل، يعني هم بيجوا كل اللي بره بيجوا يستوردوا الجلد السمك من مصر، بيجي من النيل، وده فخار. بس هم بقى ابتدوا يعملوا شكل ان هو يخرموا الفخاره ازاي ويلفوها بالخيط عشان لما تتخبط ما تتكسرش. فهم عاملين لها دي حمايه يعني. والسبحه دي اسمها السبحه، دي عشان ايه بقى؟ دي علشان تشد الجلده، يشدوا بيها الجلده تفضل مشدودة. تفضل مشدوده. وده بتتزق بالغيره، بتعمل الغيره الاول وبيتحط عليه الجلده وبيشدوا بالخيط ده. في تحضيرات، يعني الطبلة زي أي آلة لازم يكون ليها صيانة، لازم يبقى في تحضيرات معينة قبل ما تبتدي تستخدمها ولا لأ؟ هو زمان، هي دي الطبلة بتاعت زمان، التحضيرات بتاعها كان بيبقى فيها برادوس من جوه، عشان برادوس ده عبارة عن لمبة بتخش جوه الطبلة عشان تسخن الجلدة وتبقى الطبلة سخنة على طول عشان تدي صوت وصوتها أعلى. بالظبط. علشان الطبلة السمك ممكن من السخونية دي ممكن الجلدة دي تتقطع، ممكن الفخارة دي تتخبط تتكسر. فعملنا دلوقتي طبلة تانية اللي هي بقت بدل الجلد السمك بقت بلاستيك، وبدل الفخار بقى حديد ألمونيوم. ده بيعيش اكتر مدى وبيدي الحياة، نفس هي طبلة النتيجة مدى الحياة، لا تتكسر ولا تتقطع. وتمنها كام؟ دي غالية يعني ولا؟ يعني حسب، يعني في من أغلى حاجة مثلا 8000، 6000، 2000، 1500 كده على يعني. حسب بقى انواع الجلد او على حسب نوع ونوع الطبق. الصدف، صدف أزرق، وبيتعمل أشكال رهيبة يعني من الطبل اللي هي البلاستيك دي.